قرب وليا قرب فايز قرب فنان وسع ما بيمشي الحال قربوا قربوا ايوه قربوا وليا قرب شويه بس شويه بس تصريح الدوله بيرقم صورين خلينا نزلنا تحت وليا 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 يا مصورين جاوا كلكم قلناها قبل ما نفوت وحنقولها من بعد ما نظهر نحن نوصل للقضاء اللبناني بدنا اياه قوي ونحن تحت سقف القانون على اساس جينا ولا مره رح نستدعى ولا ما رح يجوا الشباب على طول رح يكونوا حاضرين ليدعموا القضاء اللبناني بي يكون قوي وانه يوصلنا للحقيقه بملف تفجير مرفأ. بالنسبه للي صار الشباب استمعوا لهم تبين او وضحوا نيتهم انه ما في عندهم اي نيه جرميه بحرق العاديه لا من قريب ولا من بعيد ابدا كانت كل الخبريه انه يعلوا الصوت جماعه موجوعين ويصرخوا اخواتهم واهلهم كملتي ولو يظهروا يعلوا الصوت ثالث صوت وضحوا خذوا تعهد انه ما يحرقوا الدوليب امام العاديه مره ثانيه وانتركوا بسند اقامه وعلى هالاساس ظهرنا نحن نشكر دوائر